كريم ديال فوا ودي سولو اللي كان يجيو فيه ديك الخامسة الوفاة ديالو اللي توفى في 2017 دابا ديك الخامسة. وهي أن الواد النهار هذا في فعاليات كثيرة وفقرات ثقافية متنوعة من معرض الصور الفوتوغرافية تحت عنوان بودي سولو والمغاربة، ثم قراءات شعرية حول قبر المقبرة الإسبانية في فقرة ديال الصباح، والفقرة الثانية كانت قراءة جماعية لبعض النصوص ديال كودي سولو بلغات مختلفة بالعربية والإسبانية والفرنسية. والمساء عندنا ندوة زائدة مستديرة حول أعمال اختصامات وشهادات حول الكاتب خوان كودي سولو. وهذه هي بداية لمجموعة من فقرات ثقافية اللي خلدوا فيها هذا الكاتب الكبير دفين مدينة العرائش مستقبلا في 2023 على ندوة دولية بالتعاون مع كليات متعددة الاختصاصات ديال العرائش حول الكاتب وأعماله إن شاء الله. ومرحبا بكم في هذه الفعاليات. قلنا بالنسبة للضيوف مشاهدين مجموعة ديال الضيوف صحفيين فنانين ممثلين